إلى موضوع آخر، حيث جددت رابطة أمهات المختطفين بتعز مطالبتها بالإفراج عن المختطفين في سجون ميليشيا الحوثيين. وقالت الرابطة في بيان وقفة احتجاجية نفذتها صباح اليوم أمام مقر المحافظة المؤقت إن ميليشيا الحوثيين نقلت 19 مختطفا من سجن الصالح بمدينة تعز إلى معسكر الأمن المركزي بغرض الإفراج عنهم عبر عمليات تبادل، لكنها لم تقم بذلك. وذكر البيان أن الوعود الزائفة للميليشيا بالإفراج عن المختطفين تتزامن مع اقتراب ذكرى قصف طيران التحالف سجن كلية المجتمع في ذمار مطلع سبتمبر الماضي، والذي راح ضحيته 51 مختطفا من أبناء تعز. خرجت رابطة أمهات المختطفين اليوم لتستنكر ما حدث من نقل أبنائها المختطفين إلى معسكر الأمن المركزي في صنعاء، من سجن الصالح نقلوا إلى هناك. نحن نتخوف كرابطة أمهات المختطفين، يداهمنا القلق حول مصير أبنائنا المختطفين هناك. تأتي ذكرى مجزرة أو ضرب الطيران لكلية المجتمع في ذمار في نفس التوقيت هذا، تدهمنا الكثير من المخاوف والقلق على مصير أبناء المختطفين. نطالب الصليب الأحمر ونطالب الأمم المتحدة للضغط على جماعة الحوثي لسرعة الإفراج عن أبناء المختطفين الموجودين في هذا المعسكر. مؤخرا قامت جماعة الحوثي بأخذ بعض المختطفين من سجن الصالح على أساس أنه بيطرق سراحهم، ثم نقلتهم إلى سجن الأمن المركزي في صنعاء، وحتى الآن لا يعلم مصيرهم إلى اللحظة. وهذه الوقفة الاحتجاجية التي تشاهدوها هي إدانة لهذه الممارسات التي تقوم بها جماعة الحوثي الانقلابية في صنعاء. باسمي كأحد أمهات المختطفين وجميع الأمهات أطلق نداء استغاثة، أطالب فيها المفوضة السامية والصليب الأحمر بالقيام بمهامهم الإنسانية تجاه المختطفين في سجون جماعة الحوثي المسلحة، وأناشد النخبة والمروة اليمنية ومنظمة حقوق الإنسان وأصحاب الضمائر الحية بالوقوف معنا ومساندتنا في قضيتنا العادلة، والعمل على إنهاء معاناة مئات المختطفين والمخفيين قسرا وذويهم التي طال أمدها. نجدد كل مرة وقفتنا في هذا المكان لننقل لكم قضيتنا ونرسم أحرفا عبر وسائل الإعلام على منظمة حقوق الإنسان والصليب الأحمر والمبعوث الأممي بإطلاق سراح جميع المختطفين. نعود إلى الخبر السابق المتعلق بنقل ميليشيا الحوثيين لبعض المعتقلين من سجن الصالح في تعز إلى مقر الأمن المركزي في صنعاء، ولا يعرف مصيرهم حتى الآن. وتعود أيضا معنا مرة أخرى عضو رابطة أمهات المختطفين السيدة أسماء الراعي. هل تسمعينني هذه المرة سيدة أسماء؟ نعم، هل تسمعينني؟ أسمعك. نعم، أسمعك. أهلا وسهلا فيك. كنت في البداية أريد أن أعرف منك، هل استطعتم الوصول إلى بعض المعلومات المتعلقة بمصير من تم نقلهم من السجن الصالح؟ بالنسبة للأفراد الذين أو المختطفين الذين تم نقلهم من سجن الصالح إلى الأمن المركزي في صنعاء، هم 19 مختطف. نحن نملك بعض المعلومات عنهم، لكن إلى الآن لم نستطع أن نطمئن على حالتهم الصحية وعلى أحوالهم. هم قد نقلوا قبل العيد بيومين، إلى الآن لا نعرف مصيرهم ولا نعرف أي ملابسات حول نقلهم إلى هنا. يعني لم يتم التأكيد لكم بأنه تم نقلهم إلى مقر أو إلى معسكر الأمن المركزي في صنعاء؟ لا توجد أي معلومات مؤكدة حول ذلك؟ تم تواصل شخص واحد من ضمن 19 الشخص هؤلاء، هو فقط الذي تواصل معنا وأخبرنا بمكان وجودهم. نحن لم نكن نعرف مكان وجودهم من قبل التواصل هذا الشخص. يعني أخبركم أين يقبع زملائه أيضا؟ نعم. الذين تم نقلهم 18 الآخرين؟ نعم، الحمد لله على سلامتهم أولا. لكن هناك أيضا مسألة أخرى تتعلق بما ذكرتموه بأن هناك عملية تبادل، أخبرينا قليلا عنها. كانت وعود تلقوها 19 الشخص المختطف الذين نقلوا إلى صنعاء. هذه الوعود كانت تقول لهم أنهم سيتم الإفراج عنهم خلال أيام، فتفاجؤوا أنهم نقلوا من سجن صالح في تعز إلى معسكر الأمن المركزي في صنعاء. يعني نكاد نقول أن هذا تلاعب بمشاعرهم وعواطفهم، وهذا يعتبر من الحرب النفسية التي تقام على هؤلاء المختطفين أو التي تمارس على هؤلاء المختطفين، حيث أن الشخص عندما يقال له سيخرج عنك وقد قضى في هذه السجون 4 سنوات
يكون هناك تشوق لأسرته، يكون تشوق للحرية، ثم بعد ذلك ينصدم بأنه عاد إلى السجون من جديد، فهذا يعمل على تحطيم نفسيات هؤلاء الأشخاص. يعني تقولين بأنه تم تقديم وعود بالإفراج عن هؤلاء 19؟ نعم. لا يوجد هناك عملية تبادل، لا يوجد هناك وسطاء في عملية كهذا تنفين هذا الكلام؟ هم أخبروهم أنه إفراج، أخبروهم أنه إفراج، ليس هناك تبادل، إنما هي عملية إفراج. انتقل الجميع من السجن الصالح على أمل أن يكون هناك إفراج عنهم. الجميع كان يظن أنه سيرى الحرية أو سيستنشق الهواء النقي بعد خروجه من السجن الصالح، وللأسف الشديد تم زجهم في معسكر الأمن المركزي في صنعاء. طيب، ذكرتم في بيانكم ما جرى العام الماضي من قصف لسجن كلية المجتمع في ذمار، والتي راح ضحيتها الكثير من المعتقلين بعد أن اتخذهم الحوثيون دروعا بشرية هناك. هل تتكرر لديكم نفس المخاوف اليوم؟ نعم، يراودنا نفس التخوف، ونحن قلقون جدا إذا هذا الموضوع، بالذات أن هناك نقل لأكثر من محافظة إلى نفس هذا المكان، نقل كذلك 60 شخص من الحديدة. هناك أشخاص كثيرة نقلوا من المحافظات الجنوبية، نقل كذلك هؤلاء الأشخاص كما وصلتنا الأخبار أنهم كذلك نقلوا من عدة سجون. هذه المخاوف تتزامن مع ذكرى استهداف بيت المجتمع في دمار، وبالفعل لا تزال الأشلاء أمامنا، ولا تزال الآلام موجودة، ولا يزال التخوف على مصير أبنائنا. نعم. طيب سيدة أسماء، كيف تفسرون صمت الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيس، وأيضا مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تجاه ليس فقط هؤلاء 19 وإنما قضية المختطفين بشكل عام في اليمن؟ طبعا نحن نتأمل أن يكون هناك ضغط قوي على جماعة الحوثي لحلحلة هذا الملف، وكذلك لوجود هناك مخرج لأبنائنا المختطفين، لأن نحن نعتقد أن المرحلة قد طالت جدا. كل المختطفين الذين يوجدون في سجون جماعة الحوثي هم أكاديميين وطلاب مدارس، ليست هناك تهم ضدهم، وليس هناك مسوغ قانوني يجعل أو يحلل جماعة الحوثي أن تختطفهم هذه المدة الطويلة وأن تمارس ضدهم هذا التعذيب القوي الذي يطعن المختطفين داخل هذه السجون. نحن نظن أن هناك يعني تقاعس كبير، ولم نجد الوقفة القوية، يعني لم تجدوا تفاعلا يعني مع قضيتكم من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن. شكرا جزيلا لك، عضو رابطة أمهات المختطفين، سيدة أسماء الراعي.